وثقت منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان المئات من الانتهاكات التي مارستها الميليشيات الحوثية الإرهابية بحق أبناء محافظة حجة، تنوعت بين القتل والإصابة وزراعة الألغام والعبوات الناسفة والاختطافات والاعتقالات التعسفية واقتحام المنازل ونهب الممتلكات الخاصة خلال العام الماضي. وبحسب تقرير صادر عن المنظمة، فإن الميليشيات الحوثية ثبت تورطها في قتل 10 مدنيين بينهم 3 أطفال، واحد نتيجة التعذيب وآخر نتيجة قصف بالطيران المسير، فيما تعرض 12 مدنيا للإصابة بينهم 4 أطفال. وذكر التقرير أن 188 مدنيا تعرضوا للاختطاف والاعتقال غير القانوني من قبل الميليشية الحوثية الإرهابية، بينهم 45 امرأة بمدينة حجة، فيما تعرض 15 مختطفا للإخفاء القسري، ولا يزال 4 منهم مخفيين قسرا منذ اختطافهم. ووثق التقرير اقتحام الميليشيات الحوثية ل75 منزلا، منها 50 منزلا بمدينة حجة، و14 منزلا بمديرية شرس، و7 منازل بمديرية عبس، ومنزلين بمديرية مستبى، ومنزلين بمديرية بكيل المير، بالإضافة إلى نهب 81 من الممتلكات الخاصة. وأكد التقرير تعرض مديريتي حيران وعبس بني حسن للقصف العشوائي على المناطق السكنية من قبل الميليشيات، نتج عنها تدمير منزلين بشكل كلي، فيما تعرضت 7 منازل للأضرار الجزئية، إلى جانب ما لحق بالممتلكات الخاصة من إتلاف. ووثق التقرير فرض الميليشيات الحوثية الإرهابية الإتاوات والجبايات على المدنيين من خلال تنفيذ 10 حملات لجباية الأموال على مستوى المحافظة، بإجمالي 310 حملة على مستوى المديريات البالغ عددها 31 مديرية. وبين التقرير تورط الميليشيات الحوثية الإرهابية في تجريد 85 طفلة، منهم 18 طفلا من مديرية مبين، و21 طفلا من مديرية الشغادرة، و22 طفلا من مديرية كشر، و9 أطفال من مديرية نجرة، فيما أقامت 567 مركزا صيفيا طائفيا مفتوحة، و6 مراكز مغلقة، لعدد 24,586 طالبة. كما وثق التقرير تعرض 57 امرأة وفتاة للاختطاف والاعتقال من قبل الميليشيات الحوثية في مدينة حجة، فيما تعرضت المنظمات الإنسانية للعرقلة والابتزاز، إلى جانب استمرار عمليات النهب للمال العام واستغلال المؤسسات العامة وتسخيرها لصالحها منذ 8 أعوام.